بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية من أمهات التكريم لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فقد شمله الله تعالى بصنوف الود وأنواع التودد، وكرمه وعظمه. وعندما ذكر هذه الآية شدنا شدا إلى كمال جديد من كمالات التكريم. وقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مطلق الكمال البشري، فلا بشر فوقه، وإنما هي غاية العبودية، وليس بعد ذلك إلا كمالات الألوهية. إذا استطلعنا كلمة وسلم وكلمة صل، فكلمة سلم أولاً من السلام، سلم يسلم تسليما، وفعل الأمر سلم للمفرد وسلم للجماعة. وهذا من السلام أي الأمان، والله تعالى قد كرم أنبياءه بأن سلم عليهم وأمنهم فوصلوا إلى السلام. يعني سلام عليكم من غضبي، وسلام عليكم من سخطي، وسلام عليكم من عذابي، وسلام عليكم من كل ما تكرهون وما أكره لكم، وإنما عليكم الأمان كله مني حتى تلقوا ما تحبون وما أحب لكم في دنياكم وفي آخرتكم. وقد ذكر الله تعالى في محكم الآيات كيف سلم على أنبيائه، فيقول الله تعالى: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على إلياسين. ثم ذكر سيدنا يحيى عليه السلام أنه سلم، فذكر السلام بنفسه فقال: وسلام علي. والسلام ممن؟ من الله. وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي. وسيدنا عيسى عليه السلام ذكر سلاما خاصا، لأنه يحتاج إلى سلام من نوع جديد، فلا بد من سلام متجدد في الأرض، وينتقل ذلك إلى السماء، ويمتد ذلك إلى أن ينزل مرة أخرى إلى الأرض، فيحتاج إلى سلام جديد، وإلى أن يموت وأن يدفن في المدينة. فجاء القرآن بأل، فقال: والسلام علي. يعني هذا السلام سلام خاص، وسلام له دقته وخاصيته لشأن سيدنا عيسى في الأرض ولشأنه في السماء. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم. بعد هذا هناك سلام على المؤمنين، سلام على الصابرين، إلى غير ذلك. هناك الصلاة، صلى يصلي صلاة، وفعل الأمر صلي للمفرد وللجماعة صلوا. فالصلاة هي معناها اللغوي الدعاء، صلى فلان أي دعا. وفي الحقيقة الشرعية هي أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة بنظام مخصوص، مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
ولكن الصلاة المرادة في هذه الآية بمعنى آخر، معناها المواصلة غير السلام. السلام انتهى عند هذا الحد، ولكن الصلاة تزيد في المداومة. الله سلم على فلان، انتهى، سلم عليه، أمنه، وانتهى الأمر عند هذا الحد. ولكن الصلاة تنقلنا إلى حقيقة جديدة، وهي المداومة المستمرة التي لا تنقطع. ولذلك نجد أن الله تعالى لا يقبل عذرا في الصلاة الشرعية بين العبد وبينه ما دام مكلفا، لا عذر بالمرض، ولا عذر بفقد الماء، ولا عذر بالحر. كل يصلي على حسب الطاقة وعلى حسب المقدرة، ولا يعفى الإنسان من الصلاة إلا عند الموت أو الجنون. إذن الصلاة بمداومتها هي حقيقتها التي نريد أن ننظر منها وبها في هذه الآية. فنبينا صلى الله عليه وسلم ارتفع إلى الصلاة، أي المواصلة المستمرة التي لا تنقطع. ولذلك عندما أراد الله تعالى أن يسلم عليه، لم يسلم عليه كبقية الأنبياء في الأرض، وإنما سلم عليه عند اللقاء الخالد العظيم في ليلة المعراج فوق سبع سماوات، فعندما قال التحيات لله، الصلوات الطيبات لله، فقال الله تعالى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فرد الله عليه وقال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قل أي شيء أكبر شهادة من الله؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهي الشهادة المطلقة كانت عقب هذا التسليم. ولما جاءت هذه الآية لم تذكر شيئا عن السلام، لأن السلام شيء عابر وأدى نتيجته وحقيقته، ولكن قال انتقلت من السلام إلى الصلاة، فلم يقل إن الله وملائكته يسلمون، بل قال إن الله وملائكته يصلون عليه، فذكر المواصلة والمداومة، وجاء بنون التوكيد إن الله، وبدأ بالذات العلية ولم يقل إن الرحمن، حتى لا يشاركه من فيه رحمة، ولم يقل إن اللطيف فالخلق فيهم لطف وفيهم رحمة، ولم يقل إن الملك حتى لا يشاركه ملك، ولم يقل إن الجبار حتى لا يشاركه جبار، بل جاء باسم الذات انفرادا حتى يحدد التكريم، يعني أنا وحدي الذي بدأت بهذه النعمة على عبدي إن الله. ثم نادى الله على أصفى من خلق، لم ينادي على الحيوان فلا يدرك هذا، ولم ينادي على الجن ففيهم النفس والمعاصي، وإنما نادى على أصفى خلقه الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فيزدادون نورا فوق نورهم، فهم على نورانيتهم، فناداهم إلى الصلاة ليزدادوا هم تكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي. من متى هذه الصلاة؟ الفعل مضارع معناه المداومة، ولم يقل صلوا بل قال يصلون، ولم يذكر البداية، وليست البداية بالتركيب البشري
وإنما كانت الصلاة في عالم الذر من قبل، صلاة قديمة عندما اختار الله سبحانه وتعالى نور نبينا صلى الله عليه وسلم وخلق منه روحه الشريفة، فبهذا بدأ. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لقد أعطيت النبوة قبل خلق آدم 4000 عام. وفي حديث آخر: أعطيت النبوة وآدم بين الروح والجسد، أي أن النبوة قديمة وجددت حيث وضع الله نوره في ظهر آدم. فالنبوة قديمة إذا كانت النبوة قبل خلق آدم 4000 عام، فما بالك به وبروحه؟ إذن الصلاة قديمة ولم تكن بعد التكوين البشري، بل كانت من قبل. إن الله وملائكته يصلون على النبي. وهنا جمال آخر، وهو أن الله نسب الملائكة إليه ولم يقل إن الله والملائكة، بل جاء بذكر الذات العلية مرة أخرى في الملائكة، ثم جمع نفسه مع الملائكة في الأمر الثالث وهو الفعل المضارع يصلون، فكرر الله نفسه حبا في نبيه 3 مرات. إن الله، وقال يعني حسيب والملائكة، طب وأنا ما أخشش، وملائكته، وبعدين راح مدخل نفسه مع الملائكة برضه، يصلون. ما قالش على محمد، قال جمالا ودلالا وجلالا على النبي. فجاء بذكر الأمر الرابع، فهل يكون نبيا إلا إذا نبئ؟ ومن نبأه؟ الله. فذكر الله نفسه مرة رابعة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ولم يقل على محمد، كان يمكن ذلك، ولكن أراد كما نسب الملائكة إليه لم يرد أن يذكر عبده مجردا منه، بل أغدق عليه ربوبيته ورسالته حتى يكون العبد والرب في لفظ واحد وهو النبي. ولا يكون نبيا بغير نبوءة، ولا تكون النبوءة إلا من الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. وبعد ذلك لم يقل يا أيها الناس، فذكر الناس ذكر مجرد عن الله، فذكر نفسه مرة خامسة فقال يا أيها الذين آمنوا، فاقتضى الأمر مؤمنون ومؤمن به، والذي يؤمن به هو مين؟ هو الله. فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا علي، زي ما أنا صليت وملائكتي صلت، فأنا أناديكم لمشاركتنا في شيء أحببته ودعوت أحبابي إليه فلبوا، وأنا أناديكم وأنتم مؤمنون أن تشاركونا في هذا التكريم، صلوا علي. ولم يقل وسلموا عليه، فجاء بالصلاة واختصه بها، ثم قال وسلموا تسليما، أي وسلموا عليه تسليما، وسلموا أنفسكم تسليما من البخل من الصلاة عليه، وسلموا تسليما. ما هي الصلاة؟ صلاة الله تعالى، قال علماؤنا الكرام:
إن صلاة الله عليه رحمة، وقد شاع من الرحمة رحمة، فاقتبس نبينا الرحمة فأصبح رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هي مواصلة لم تكن رحمة عابرة، وإنما أراد أن يكون رحمة مطلقة في الأرض بالعالم، رحمة للعالمين. ثم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، فقالوا هي رحمة الله عليه، ورحمة الله عليه هي القرب الذي لا يتناهى والوصال الذي لا ينقطع. وصلاة الملائكة استغفار، فالاستغفار أي طلب أسمى شيء هو مصدر كل شيء، فغاية الوصول هو نوال المغفرة، فإذا حصلت المغفرة حصل كل شيء بعدها. فلذلك يقول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، لم يقل صلاة ولا صيام ولا 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 ولا، أي اللهم أعطي نبيك كل أسباب الوصول إلى نوال هذا العطاء. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ولم يقل ويدعون للذين آمنوا، ويستغفرون للذين آمنوا، أي يطلبون المغفرة للذين آمنوا، لأن الله يحب المغفرة، فإذا أحب عبدا أنا له إياه، فالمغفرة تنيل العبد الجنة، فإذا دخل الجنة يحتاج إلى مغفرة حتى يرى الذات العلية. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، هذا جزاء جنة ومغفرة من ربهم. إذن مغفرة الدنيا نالوا بها الجنة، ومغفرة الآخرة ينالون بها رؤية ربهم. فاستغفار الملائكة طلب من الحق أن يتجلى الحق على نبيه بدوام القرب والمشاهدة. يبقى هنا صلاة الله رحمة، غاية الرحمة هي الحق، استغفار الملائكة غايتها الحق رؤية الله. صلاة الناس وفيها الكلام هي دعاء، دعاء لنبينا صلى الله عليه وسلم لينال ذلك أيضا، فقال صلى الله عليه وسلم سألوا الله لي الوسيلة، فقال وما هي الوسيلة يا رسول الله؟ فقال مقام واحد خلقه الله لواحد، وأرجو أن أكون أنا ذلك الواحد. وهل هذا المقام الأوحد إلا مقام القرب إلى الحق؟ فالآية فيها الخيوط الثلاثة، والخيوط الثلاثة توصل إلى معنى واحد، وهي أن يكون هناك الله ومحمد. سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال لولا أنكم سألتموني ما أجبت، إنها من العلم المكنون. ثم قيل له يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال قول
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وهنا سؤال يفرض نفسه، لما اختص الله سيدنا إبراهيم عليه السلام حتى نكون أمة وفية لصاحب نعمة علينا؟ فهو الذي دعا الله أن يرزقنا بسيدنا محمد. لما أتم بناء البيت قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وعندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج وقد أسند ظهره على البيت المعمور، قال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. وهو الوحيد الذي قال ذلك، فلذلك أراد الله أن توفي الأمة هذا الحق: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأوصاه بالحجامة إلى غيره. بعد ذلك نعيش في هذا المدد، فهو مدد مفتوح وعطاء ممدود وفتح لا يغلق ومنة لا تنقطع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وكل ملكين كريمين، فما من مسلم يصلي عليه إلا قال ذلك الملكان: اللهم صل عليه. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلى الله عليه، ومن صلى الله عليه لا يبقى شيء في السماوات السبع ولا في الأراضين السبع ولا في البحار السبع ولا في الجبال ولا النبات ولا الأوراق ولا الأشجار إلا صلى عليه. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا عبد الرحمن بن عوف ثم تركه وسجد سجدة طويلة، ظن سيدنا عبد الرحمن بن عوف أنه فارق الحياة. فلما انتهى قال: من؟ قال عبد الرحمن بن عوف: قال: إن جبريل أتاني الآن فأخبرني فقال لي: إن الله يقرئك السلام ويقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. إذن هذا النوال بهذه الصلاة شيء يدهش، فهو صفاء الله تعالى يعطيه لخلقه بسبب نبيه صلى الله عليه وسلم ويوالي ذلك. فمن أراد أن يحاسب الله بالعدد فالعداد موجود. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ومن صلى علي عشرة صلى الله عليه بها مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله عليه بها ألفا، ومن صلى علي ألفا حرم الله جسده على النار. هذا لمن أراد أن يعامل بالعدد والحساب. أما من أراد الاستغراق وأن يعامل بلا حساب فقد كشف الغطاء وترك العد للحق يعطي كما يريد. من صلى علي عشر مرات صلى الله عليه بها مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله عليه بها ألفا، ومن ازداد صبابة وشوقا زاحمت كتفي
كتفه في دخول الجنة، ومن ازداد صبابة وشوقا زاحمت كتفه كتفي في دخول الايه؟ في دخول الجنة. فالصلاة بالعدد لها حد، والصلاة بغير عدد لا حد لها. يقول صلى الله عليه وسلم في مقام آخر لمن أراد أن يناله، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عقب الأذان والإقامة وجبت له شفاعتي. مرة عقب الأذان، ومرة واحدة عقب الإقامة. بعد هذا صلاة لنيل مقام آخر. من أراد الرضا فليكثر من الصلاة علي. وفي الحديث الصحيح لشيء آخر: لم يبقى من الليل إلا الثلث الأخير، فقام نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، فأكثروا من الصلاة علي. فقال أحد الصحابة: أنا أكثر من الصلاة عليك، فأصلي عليك ثلثا يعني الوقت يعني، فهل هذا يكفي؟ فقال: هذا خير، فإن زدت فهو خير. فقال: لك نصف الصلاة. فقال: ما زدت فهو خير، لك الثلثان. فقال: وإن زدت فهو خير. قال: إذن أجعل كل وقتي صلاة عليك. فقال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. مقام الحب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يكون حبيبا للحبيب فليكثر من الصلاة على الحبيب. مقام الإجابة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند الله حاجة فليصلي عليه ثم ليسأل الله حاجته، فإن الله يستحي أن يقبل واحدة ويرد الأخرى. فإذا هيقبل إيه؟ هيقبل كله ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: من كانت له عند الله حاجة فليصلي عليه ثم ليسأل الله حاجته ثم ليصلي عليه، فإن الله يستحي أن يرد ما بين الصلاتين. بعد هذا، هذا في الدنيا، من أصابه الكرب أو أصابته شدة فليكثر من الصلاة عليه، فإن الصلاة علي تفرج الكرب وتكشف الهم. في الآخرة يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: واحد على الصراط قد ارتعد كما ترتعد السعفة. نخلة النخل. فجاءت صلاته علي فأمنت روعه وأخذت بيده إلى الجنة. فالصلاة عليه نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. ثم نأتي إلى يوم الجمعة، أحب الأوقات إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر العبد الصلاة عليه في هذا اليوم. يقول صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخله الجنة، وفيه أهبطه إلى الأرض، وفيه قبضه، وفيه ينفخ في الصور، وفيه تبعثون. فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي، فإن صلاتكم علي تبلغني. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تبلغك وقد أرمت، أي بليت وفنيت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالصلاة عليه في هذا اليوم هي وصال له وقرب إليه
وفي نفس الوقت قرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من شيء هام ليكون الأمر كذلك. الصلاة عليه جمال العبد، فالشيء المجمل لا بد وأن يكون قويا حتى يبقى الجمال وحتى تبقى الزينة. فالحائط الخرب لا يبقى الدهان عليه. وإذا أتينا بنجفة أو الثريات وكان السقف هشا فيأخذ، فالثريا تأخذ هذا وتقع وتهش، فأساس ذلك أن يكون العبد على صلة قوية هي الأساس، لأن الصلاة عليه مدد وعطاء، وكيف نطلب مددا بلا أساس؟ وكيف نرضي نبينا بكثرة الصلاة عليه ونغضب الحق الذي يقبل هذه الصلاة؟ فالدائرة لا تكمل إلا بهذين الأمرين، أن يسير الاتباع والصلاة معا كقضيبي السك الحديد، لا يسير القطار إلا بهم، فإذا أزيل واحد انقلب القطار وضاع ما فيه. فالصلاة عليه هي حب فيه، وما أحببناه إلا لنصل بحبه إلى الله. فيقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صيغ من الصلاة عليه نرى فيها هذا الجمال العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على قدر حبك فيه وفرج الكرب الذي أنا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعد كماله. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحادية، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجمال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي وأقل عثرتي وأذهب حزني وحرصي وكلي، وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي، واكشف لي عن كل سر مكتوم لك يا الله يا حي يا قيوم. إن سادتنا الكرام عندما نهجوا بعد الاتباع سلكوا بلا ابتداع، ونهلوا بلا بخل من صاحب العطاء من الكريم الوهاب.
سبحانه وتعالى، فنرى سيدنا محمدا الجزولي رضي الله عنه وقد مر في الصحراء فوجد جماعة وقد أصابهم القحط وتأخر الماء عنه، ثم وجد طفلة صغيرة وقد أقبلت على بئر فتفلت فيه ففار الماء عذبا بإذن الله، فقال بما أعطيت ذلك؟ قالت بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ يكثر الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، وقد نوى أن يؤلف كتابا في الصلاة عليه. وبعد فترة رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد يا جزولي رضينا بك مصليا فألف. فألف دلائل الخيرات حتى عم خيرها وبركتها في أرجاء الأرض. سيدنا البوصيري رضي الله عنه كان مريضا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وألبسه بردة فأصبح وقد لبس ثوب العافية ولم يجد أثر، فبدأ يمنح حتى وصل إلى بيت فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وتحير عند هذا الأمر ولم يقل شيئا بعد ذلك، حبس عنه الكلام تماما. فعاوده النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا وقال يا محمد يا بوصيري فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله. فقام وكمل، نسمى هذه القصيدة البردة، ثم قال بيته المشهور محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. سيدنا الدمرداش محبوب الحضرة المحمدية رضي الله عنه لما كان في موطنه بالعباسية وكان يذهب إلى المكتب ليقرأ القرآن وكانت تعطيه أمه بعض الخبز، فكان يجمع إخوانه من التلاميذ ويعطيهم الخبز حتى يغريهم على الجلوس معه ويقول لهم تعالوا وصلوا معي على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعملون حلقة ثم يصلون فيعطيهم ما أخذ وينصرف. فكان أي شيء يعترضه، مرض، شدة، حاجة عنده أو عند غيره، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت مفتاحا عظيما يفتح به أبواب الحق لكل مطلب يطلبه. سيدنا محمد الدردير رضي الله عنه يذكر ولده سيدنا أحمد الدردير رضي الله عنه فيقول كان أبي مكفوف البصر، فطلب من أمي شيئا في حجرتها، وكان الوقت ظلاما، فدخلت فوجدت الحجرة مضاءة وكأنها ظهر، فوجدت حاجتها فقالت يا شيخ محمد لقد وجدت الحجرة وكأنها ظهر، فقال يا أم أحمد أما تعلمين أن ذلك ببركة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويذكر علماؤنا أن رجلا أراد الحج فأخذه ولده حتى وصل إلى قرب الحج فمات الأب، فنظر ولده إليه فوجد وجهه مسودا فقال أعوذ بالله، فأخذته سنة من نوم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال رأى واحدا عظيم الهيبة عظيم الهيئة، وقد مسح على وجه أبيه فصار أبيضا وأحسن مما كان، فقال من أنت؟ فقال أنا محمد بن عبد الله رسول الله، فقال وما هذا؟ فقال إن أباك هذا كان عاصيا حقا ولكن كان يكثر من الصلاة عليه، فلما قرب من سكرات الموت استغاث بي فأدركته ببركة الصلاة عليه، فكانت نية الحج بركة وكانت كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بركة،
وبذلك نجا من كربه ومن شدته. فالصلاة نعمة وعطاء، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا إياها وأن نكون من المداومين عليها. وإن الله تعالى أراد أن يختم لنا بالقبول في كل صلاة من صلواتنا، فشرع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عقب كل صلاة الصلاة، فتقبل الصلاة بالصلاة. ففي عقب التشهد لا تختم صلاتك إلا به وبالصلاة عليه. فكما قلت في أول الصلاة الله أكبر وأنت واقف، قال ختام صلاتك كما بدأ بي يختم بمحمد، فصل عليه. فجمعت الصلاة بين الله وبين رسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر التشهد. وبذلك ندرك تماما أن الله تعالى وضع نبيه ووضع الصلاة عليه في أجمل شيء يحبه، وهو الإيه؟ وهو الصلاة. وأقم الصلاة لذكري، فإذا كانت الصلاة لذكر الله فقد ختمها بذكر رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.